السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تاني ورشة من ورش الفوتوشوب المجانية. الورشة دي هنتكلم فيها ازاي ان احنا نقدر نعمل ريندر للبلان باستخدام برنامج الفوتوشوب، وازاي ان احنا نحوله من مجرد مسقط أفقي بخطوط أبيض وأسود لمسقط أفقي نقدر نقدمه للعميل. ويكون معكم إن شاء الله أخوكم المهندس أمير. في بداية بس المحاضرة عايز أقول لكم إن شاء الله الورشة هتكون إزاي. الورشة إن شاء الله متكونة من 4 محاضرات. المحاضرة الأولى إحنا هنعرف إزاي ندخل البلان وإزاي إن إحنا نحط الباترن في الأرضيات. المحاضرة التانية إن شاء الله هنتكلم فيها إزاي إن إحنا نحط الباترن بتاع الفرش والسراير والكنب والكلام ده. الورشة التالتة إزاي إن إحنا نحول الموضوع لرياليستيك شوية. والورشة الرابعة إن شاء الله والأخيرة هيكون فيها نحط ازاي اللايت في البلان. نظام الشغل ان شاء الله هنزل ملفات العمل بتاعت الورشة في الجروب ده، انا هحط لكم اللينك بتاعه اسفل الفيديو، وان شاء الله كل واحد يعني ينزل الملفات دي عنده ويبتدي ان هو يطبق ويبعتوا الشغل على الجروب، وهنستعرض كل مرة شغل او اتنين من الحاجات اللي انتوا عملتوها، وهنبتدي ان احنا نقيمها علشان خاطر الاخطاء الشائعة محدش يقع فيها تاني. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا ببدأ بيها هو برنامج الأوتوكاد. بيجي لي مثلا من العميل أو من المهندس رسم البلان بتاع الشقة كده، فابتدي أنا أنظف البلان من كل حاجة، هلاقي كل حاجة على اللير. أنا ممكن أعمل حاجة حلوة أوي إن أنا ممكن أحدد الكلام ده كله وأبتدي إن أنا أمسحه ديليت أو إي وإنتر، أو ممكن حاجة تانية وأسهل لو أنت عندك مثلا الفايل فيه لايرز كتير، بس أنا كنت عامل الفايل ده فيه 2 لاير بس عشان خاطر محدش يتلخبط. بفتح قائمة اللاير وبعلم على اللاير اللي أنا مش عايز أمسحها لا عفوا، هنا بقفلها تفضل معايا اللاير دي، أنا بروح مساحة، وبعد كده بفتح اللاير اللي أنا كنت قافلها واللي أنا كنت محتاجها. بعد كده هعمل بلوت لفايل الكاد ده علشان خاطر أدخله في برنامج الفوتوشوب. ازاي اعمل الكلام ده؟ الكلام ده انا كنت شرحته في الورشة اللي فاتت، بس برضو هقول عنه حاجة مختصرة كده. بدوس كنترول في، بعد كده بحولها دي دبليو جي تو بي دي اف، وعرفنا ليه في الورشة اللي فاتت مش بحولها لبي ان جي او جي بي جي. وبعد كده بختار ويندوز وبحدد وبدوس سنتر ذا بلوت وبعدين اوكي. انا حابب اسيفها في المكان اللي فيه الورشة، سميها نفس اسم البلان وبعدين اوكي. بص، من الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها لكم ان انا اللير اللي مرسوم عليها الحوائط والكلام ده لازم تكون اولا مش خفيفة قوي ومش تقيلة قوي عشان ما تعملش معايا مشكلة، يعني لازم تكون متوسطة. يعني انا هنا عاملها 13%، دي نسبة كويسة جدا عشان كده بتطلع معايا عاملة كده. يعني بصوا هي كويسة جدا، لا تقيلة ولا خفيفة. الحاجة التانية ايه؟ الحاجة التانية اللي انا لازم اقفل الفراغات. يعني انا كان ممكن امسح ده كده واعمل ان هو الباب، بس انا محتاج ممكن الصالة عندي دي احط لها باترن او احط لها ارضية غير اللي في الاوضة، ونفس الكلام بالنسبة للحمام. فانا لازم اقفل الحاجات دي كلها علشان خاطر اعرف اشتغل عليها. لازم الحاجات دي تبقى متقفلة عشان لما اجي للسجادة اعرف احط لها الباترن اللي انا عايزها. احنا خدناها كده بي دي اف، هفتح بقى الفوتوشوب واعرف ازاي اعمل لها دراج بالفوتوشوب. edit file open هعمل ايه بعد كده؟ اولا بخلي الريزولوشن بتاعي عالي شوية، وبعدين اخليه سنتيمتر، والار جي بي عرفنا ان انا بخليها سي ام واي كي او سي ام ماجنتا يورو بلاك، والتمانية بت بخليها 16 بت. وعرفنا كل ده ليه في الورشة اللي فاتت. اللي حابب يعرف هو هيكون هو الفيديو الاول فيه شرح للكلام ده كله في الورشة اللي فاتت. وبعد كده بدوس اوكي. تمام، هيتحط عندي هنا في الفوتوشوب. في حاجة بقى مهمة احنا لازم نتكلم عليها.
انا لو جيت اشتغلت عليها كده هتحصل عندي مشكلة في الطباعة. طب هتحصل عندي مشكلة في الطباعة ليه؟ لان عندي هنا على حدود الورقة بتاعتي اللي انا هطبع منها، يعني ممكن يتاكل منها في الطباعة. طيب انا بحاول بقى احول الورقة دي لاقرب ورقة A4. طيب احنا بس الاول نفتح image وكانفاس سايز، هيقول لي ان الكرنت سايز الويدث بيساوي 17.75 والهاي او الارتفاع بيساوي 12.56. انا عايز اقربها لاقرب ورقه A4. A4 مقاساتها 21 مللي، او لو احنا بنتعامل بحجم الورقه هنا ب 21 سنتي، ب 29 سنتي و7 من 10. طيب انا هخلي 17 اللي هو العرض عشان هو كبير، هخليه 29.7 من 10، والهاي هخليه 21 وادوس انتر. تمام كده انا عملت الورقة ال A4 علشان خاطر لما اجي اطبع ما يحصلش عندي اي مشكلة. انا اللير اللي انا مسكها دي هي لير بلان اللي انا دخلته، هسميها بلان. بعد كده هعمل لير جديد علشان خاطر اعمل خلفية بيضاء او باك جراوند بيضاء، هعمل لير جديد واسميه باك جراوند. حاجة من الاتنين، يا اما هاجي من هنا هدوس كليك طويل شوية وبنت باك التول وأقول له أنا عايزها أبيض وأدوس هنا. كده وبعدين آخد الباك جراوند لاير ده وأسحبه لتحت علشان خاطر يديني الشكل ده. أول حاجة تانية اللي أنا ممكن أعملها، بعمل لاير عادي برضو وأسميه برضو باك جراوند وأدوس إيديت وفيد واختار اللون الابيض وادوس اوكي. وبعدين برضو اعمل لها دراج لتحت كده علشان دي تمام. كده احنا عرفنا ازاي ان احنا نعمل الباك جراوند البيضة. بعد كده بقى عايزين نعمل الحوائط. بص انا لازم اعمل سيلكت على الحيطة، وبعد ما اعمل سيلكت اديها لير جديد. طب خلينا نعمل سيلكت الاول. سيلكت من هنا بجيب الاداة دي، لو دوست دبل او كليك طويل شوية كده هجيبها. في عندي بقى الاختيارات دي، الاختيارات دي انا مثلا لو اخترت دي وجيت حددت هنا، وجيت حددت هنا كده هيحدد لي الحيطة دي لغاية ما تقف، يعني هي وقفت هنا كده وهيجي هنا لغاية هنا وهتقف هيحددها لي. طب انا لو جيت حبيت احدد الحيطه دي كمان، بص هنا السيلكت موجود اهو، لو جيت احدد دي كمان السيلكت ده هيروح، شايفين؟ طيب انا عايز احل المشكله دي، يا اما ان انا بدوس كنترول اسف بدوس شيفت واحدد فالاثنين يفضلوا موجودين، او اللي انا بختار دي. دي بيقول لي ان انا هعمل يعني السيلكشن اللي هعمله التاني هضيفه للسيلكشن الاول، يبقى كده اوكي. هبتدي بقى انا اعمل سيلكت على كل الحوائط اهو. لازم طبعا نبقى متأكدين ان احنا مقفلين الحوائط علشان خاطر لو في حتة مفتوحة على مثلا فراغ من اللي جوه هتعمل سيلكت على الفراغ. تمام كده انا عملت سيلكت على كل الحوائط اللي عندي. بعد كده بقى انا محتاج ان انا اديها لير وماسك. فقال لي لما تيجي تدي انت فيل على حاجه انت عامل لها سيلكت هيدي لير وماسك على السيلكت ده بس، هدي اللير وماسك هيكون سوليد كلر. ميزة بقى سوليد كلر ده ان انا الون، ان انا ممكن مثلا بعد ما اديتها لون احمر مثلا كده ممكن اجي ادوس ضغطتين هنا بالماوس واغير لون تاني. تمام انا حابب ان اللون يكون جراي كده شوية. تمام واجي هنا واسميها وولد. بعد كده انا حابب اعمل الخامة بتاعة الارضية. هفرض مثلا انا عايز اعمل الارضية بتاعة الصالة دي او الريسبشن، هاجي نفس الكلام هقف على اللير بتاع بلان واجي بأداة السيلكت واعمل سيلكت كده على الأرضية. بص هتلاقيه هو عامل لي سيلكت على الأرضية. لو أنا بقى كنت
لو انا كنت لاغي الخط ده اللي انا قافل بيه المطبخ، كان هيدخل السلكت عندي لغاية المطبخ، ما كنتش هعرف افرق ما بين اللير بتاعة المطبخ واللير بتاعة الصالة. هعمل سلكت كده واجي اقول هنا قبل سلكت، بس انا محتاج بعد ما اعمل السلكت ده ان انا اعمل الباترن بتاع الارضيه. هعملها بقى ازاي؟ ادوس كليك يمين واعمل اوبن واختار حاجه انا كنت هجيب صوره عاديه جدا، بس الصوره تكون الريزولوشن بتاعها كويس، وهقول له مثلا كده. طيب الصوره دي لما تتحط هي مش معمول لها سيف على الذاكره بتاعت الفوتوشوب ان هي باتر، انا بعملها ايه؟ هدوس ايديت، وبعدين من ايديت هدوس ديفاين باتر. يعني بقول له انا عايز اعرف الباترن اللي انا حطيتها او الصوره اللي قدامي دي عايزها تبقى باترن. هيقول لي ليها اسم كذا، اقول له مثلا اعملها لي وود واحد، ادوس اوكي. كده خلاص هي اتعرفت على الميموري بتاع الفوتوشوب ان هي باترن هتكون معايا. طيب احدد انا برضو الصاله كده ورايح على اللير بتاع بلان، واجي من هنا واختار باترن. بصوا انا عندي مشكلة هنا ان الكاربت دي او السجادة دي مفتوحة من هنا، مفتوحة من هنا، مفيش اي مشكلة خالص. وانا واقف على اللاير بلان هجيب البراش تول واجي بس اصغرها لغاية ما تبقى مناسبة للخلية 16. انا كنت حصل معايا موقف هو ده قبل كده كده. هاجي انا باللون الاسود وانا واقف على لير بلان هقفل الجزء ده، هدوس كده وبعدين شيفت عشان يمشي معايا خط مستقيم ويبقى كده. بعد كده اعمل بقى اللي انا كنت اعمله، ان انا اعمل سيلكت وبعدين باترن. طيب حلو اوي، الباترن بتاعي اتعمل اهو، بس انا ملاحظ ان الحاجات كبيرة قوي، الصورة كبيرة جدا. انا ممكن اصغرها من هنا من السكيل، نخليها 35 مثلا. تمام، هي بقت كويسة جدا معايا. هبتدي بقى أعمل كل الكلام ده على كل فراغ موجود عندي، بس الأول قبل ما أعمل أي فراغ تاني أنا هدخل وأسميها باسم معين. أنا هسميها فلور، وهاجي على البلان تاني ومن قائمة سيلكت هاجي على هنا، انا بختار دي اد تو سيلكشن، هاجي من هنا كده وبعدين هفتح باترن جديده واقول له مثلا ماشي خليها لي دي كده، هقول له اديت وعرف لي الباترن دي ديفاين باتر، واقول له وود تو، وهاجي من هنا وانا واقف على البلان وعامل سيلكت على الاوضه هنا باتر وود تو اتعملت اهي. تمام، ولو عملتها مثلا 40، لا هي تبقى 100 كويسة جدا. وبعدين اوكي، اعتقد ان انا دي هسميها wood for bed room 1. هاجي من قائمة بلان تاني واعمل select برضو على البيد روم التانية، وهختار من هنا برضو الباترن نفس الكلام مظبوطة اوريجين اوكي. واسميها روم 2، وهرجع البلان برضو واعمل سيلكت واعمل الكلام ده برضو للحمام. هضطر بقى ان انا ادخل تكتشر الحمام، اعتقد ان دي هتبقى كويسه جدا، واسميها ديفاين باترن، واسميها تكتشر فور باترن اوكي. واجي من اد فيل واختار باترن، وهي اتظبطت معايا من غير اي حاجة، واعتقد ان هي كويسة جدا كده هنا اوكي. واجي برضو اسميها باثروم
آسف. واجي اعمل سيليكت على المطبخ برضو من فين، اقول له باتر، نفس الباتر بتاع الحمام، كويسة جدا، اسميها كيتشن. واجي هنا برضو في البلكونة واعمل سيليكت، اقول له فين باترن، برضو اعتقد ان الباترن دي برضو كويسة ومناسبة جدا للبلكونة. بص انا كنت ناسي حاجة في الفلور دي، يعني البلان، هاجي هنا على تمام، اهي بقت مظبوطة كده. وكده انا عرفت ازاي ان انا احط الباترن على الارضيات كلها. ان شاء الله البلان او المسقط الافقي كده هنزله على اللينك الجروب اللي هحطه في الوصف بتاع الفيديو اسفل الفيديو، وان شاء الله مستني منكم تطبيقاتكم على الكلام ده، وابعتوها لي علشان خاطر نبتدي ان احنا نستعرض الكلام ده ونشرحه ونشوف الاخطاء اللي فيه علشان نتعلم. يا ريت اللي ما عملش سبسكرايب للقناة يعملها عشان يتابع بقية الفيديوهات، واللي ما دخلش على الجروب انا قلت برضه اللينك هيكون اسفل الفيديو. شكرا ليكم، ودي كانت أول محاضرة من محاضرات ورشة الفوتوشوب. Let me render my plan. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.